هلا حبايبي، بتمنى الكل يكون كتير منيح. اليوم راح نتكلم أو راح نشوف توقعات برج سرطان لهالشهر. بتمنى الكل يكون كتير منيح. اللي مو مشترك في القناة يشترك، يضغط على زر سبسكرايب أو زر الاشتراك، يعمل جيم أو إعجاب. وراح نشوف توقعاتك، يعني طاقتك الحالية، مشاعر الحبيب، شو أحوالك أنت كمان، شو راح يصير. طاقات عامة، طالع شمسي وقمري، نخليها طاقتك، يعني أحوالك شو راح يصير. وكروت النصيحة، طاقتك أول شي، أنت هلأ يعني رغم كل شي، يعني رغم أنك بتبين للعالم أنك منيح، من جواتك كتير منيح، أنك بخير، أنك بتحتفل، أنك عايش تمام، بس جواتك في حزن كبير. بتداري بأصحابك، بطلعاتك، يعني في كل شي، يعني بتداري أنك حزين من جواتك. كمان يعني بتراقب شخص ما، يعني على السوشيال ميديا بتراقب شخص ما. هاي طاقتك الحالية، شو يعني أحوالك، شو راح يصير. راح نشوف احنا كمان. أول شي أنت تستنى أنه حقيقة تظهر لك، يمكن شاكك أن شريكك في علاقة ثلاثية، ممكن هاي الخير للمرتبطين. بس لو طلعت معي طاقة المنفصلين، نقول لكم طاقة هذه طاقة المنفصلين. بس حشوف يعني انت بتستنى في حقيقة تظهر لك، رغم انك متأكد من ان الشريك بيحبك، بس شاكك في شيء معين. شاكك انه ممكن الشريك، شريكك اللي انت معاه حاليا، بتشك يعني ممكن يعني بيتواصل مع شريك جديد او هيك، يعني شي هيك. يعني عندك خوف انك تنكسر، يعني قلبك ينكسر، بس مستني حقيقة تظهر لك. انت مستني يعني، يستني يعني حقيقة ما تظهر لك. بس راح بتشتغل على شي، في الصمت، يعني ما قايل حدا عليه. يمكن انك تشتغل هلأ على شي، او الحبيب يشتغل على شي وتحس انه بعيد عليك، مشان هيك بتحس ان الحبيب بعيد عليك. ومن هيك يعني بتقول ممكن يعني الشريك بيغدرني، يعني حاسسه بعيد وهيك. وهذا هو يعني الشيء اللي بتدور في دماغك. بس راح تجيك فرصة، ما راح تجيك فرصة عمل، يمكن فرصة عمل. انت بتراقب شخص ما بتراقبه، يعني شوف يعني هيك. والشريك بيراقبك، بس هذه قراءتك انت، لسه راح نشوف قراءة الشريك. يعني بص، يعني عيونه بيشوف، يعني باري مضاعه كل شي، بس عيونه رايحة لشخص ما، يعني بتجسس على شخص ما. ممكن فهمت علي؟ يمكن بتشك انه حبيبك عنده علاقة ثلاثية، ممكن. راح نشوف انك مش بتشك ان حبيبك عنده علاقة ثلاثية. ايه يعني بتفكر وتفكيرك معلق ومشتت كتير، بتقول هذا الشخص هل هو في علاقة ثلاثية؟ يمكن هل رجع للشخص من الماضي، يعني بتشوفه كأنه رجع للشخص من هذا. تفكيرك وإحساسك، يعني أنت لسه راح نفتح الكارت بتاعت الشريك. راح ناخد توضيح كمان هالكارت. بيجو. يعني
تستنى الشمس تطلع لك، يعني تستنى الشمس تظهر لك، تظهر لك الحقيقة. انت بدك تعرف الحقيقة وبس. تحس ان الحبيب بعيد عليك كتير. بدك تعرف حقيقة ما، يعني بتفكر كتير، بتستنى الأشياء اللي انت يعني زرعتها تحصدها، كأنك يعني بتصارع انت، تستنى الأشياء اللي يعني انت يعني حس يعني بتستنى الأشياء اللي زرعتها تحصدها هلأ، بس يعني راح يجيك من غير الشخص اللي انت معاه، راح يجيك عرض ما، راح يجيك عند إنسان يعني مكتمل يعني ماديا وحلو كتير، بس انت ما بدك اياه، انت بس بدك تعرف الحقيقة. لو عرفت الحقيقة راح ترتاح، يعني هلأ تفكيرك في أنك تعرف الحقيقة وأنك ترتاح. بشوفك كمان زعلان، يعني الكرت بيزيد بيأكد لنا كمان، يعني الناس بتبين لهم طاقتك في الأول، بتبين أنك فرحان وكل شي، بعدين بيجي هالطاقة يعني جواتك، ولما يجي الليل يعني تبكي. انت جواتك في حزن بس مداري، بس عندك طاقة استشفاء، استشفاء من شيء، من شيء. تحاول تسيطر على مشاعرك، بدك الحقيقة، يعني بدك الحقيقة، ولما تعرف الحقيقة بدك ترحم. يعني ممكن بتشوف ان الشريك يعني عقله وانه بعيد، ممكن هالشريك ما بي يعني ما بيخونك، ولا عنده علاقة ثلاثية يمكن، بس انت بتشوف كأنه عنده علاقة ثلاثية، وبدك تعرف الحقيقة. اي تمام، بدك تعرف الحقيقة، بدك تسيطر على مشاعرك، بعدين لما تعرف الحقيقة بدك ترحل. ما بعرف ليش طلعت لي هالطاقة، بس راح نشوف كمان هالحبيب يعني عنده علاقة ثلاثية او لا، بس راح اخذ توضيح كمان. بس هناك تواصل، يعني هناك تواصل، و تواصل الاستشفاء، ترك كل الاشياء اللي جرحتك، بس هناك تواصل، يعني التواصل راح يكون، هناك تواصل راح يكون يعني فيه صراحة، يعني راح يقول لك صراحة. هلا راح نروح لنصيحتك، نصيحتك يعني خد يعني كل الحيطة والحذر من أشخاص حولك، يعني بدها تسرق منك شي، يعني تسرق منك شي ما رح يزعلوا ولا ايش، يعني يسرقوا، وكمان يعني رح يشمتوا فيك. رد بالك من الناس، بدك تفرح، يعني بدك تفرح من كل قلبك، وان شاء الله رح تطلع الشمس، رح تطلع الشمس ورح تشرق، ورح يكون كل شي، رح تطلع الشمس وتشرق، ورح يوضح لك كل شي بالك، يعني كل شيء، كل الحقيقة راح توضح لك. عندي هون انك راح تترك الماضي ورا ظهرك، وراح تفل، راح تمشي، فهمت علي؟ هي طاقتك هلأ، نصيحة، يعني النصيحة يعني كل شيء بيوجعك اتركوه، فل، ما تسمع ولا حكي. اختار اول شيء، لازم تختار راحتك انت، راحتك النفسية، يعني لازم انت تكون مرتاح. هلأ حبيبي راح نروح للمشاعر، الحبيب نوايا طاقة الشريك الحالي. هلأ راح نروح طاقة شريكك، راح نشوف إذا هلأ هو يعني فعلا عنده علاقة ثلاثية. راح نشوف حبيبي، راح نشوف إذا هالإنسان يعني عنده علاقة أو لا.
إذا راح نروح للشريك هلأ، يعني الشريك هل ما هي مشاعره هنا وياه، وطاقة الشريك في الطاقة الحالية؟ حبايبي اللي مو مشترك يعمل اشتراك، آسفة يعني عاوزة يعني ما تطلع من نفس الطاقة، لازم يعني أفرمت الورقة كتير منيح. هلأ طاقة الشريك حبايبي، مشاعر الحبيب أو الشريك، نوايا القراءة اللي قرأتكم أنتو، كان جميع الطاقات، كان برج الجوزاء وبرج الثور. طاقة هذا الشريك يعني ممكن يكون في الطاقة الحالية اللي عنده، يعني صريح زيادة عن اللزوم، يعني ممكن الصراحة تكون تجرحك بعض الأحيان. صريح كتير هذا الشخص يعني في طاقته الحالية، هو في طاقته الحالية بيحس كأنه هو كمان سرق من عنده شيء. نفس الطاقة يعني تقريبا، هذا الكارت طلع لكم انتو كمان. طاقته الحالية يعني كلامه قاسي شوي، جاف يعني جاف تعامله، بيحس طاقته الحالية بيفكر كأنه انسرق منه شيء. راح نشوف مشاعره حاليا. يعني بصراحة هذا الشخص مشاعره حاليا بيشوف يعني قاعد ما عم يعمل هو كمان شيء، ممكن قاعد ومستني فرصة، قاعد ومستني شغل، قاعد مستني شيء يعني شيء يصير. قاعد مستني فرصة، ممكن أكتر فرصة يعني مستني فرصة مادية، فرصة تجي من العمل، ممكن بده يغير عمله. مشان هيك يعني ممكن هذا الشخص يعني يكون منشغل في العمل، مشان هيك بتشوفوا إنه مو معاكم، ما بتحسوا. هأخذ كمان صراحة بشوفه هو هذا الشخص يعني